أحكام الميم الساكنة. والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا آليف اللينات لذي الحجاء. أحكامها ثلاثة لمن ضبط: إخفاء، إضغام، وإظهار فقط. فالأول الإخفاء عند الباء، وسميه الشفوي للقراء. والثاني إضغام بمثلها أتى، وسميه إضغاما صغيرا يا فتى. والثالث الإظهار في البقية من أحرف، وسميها شفوية. واحذر لدى واو وفاء تختفي، لقربها والاتحاد فاعرفيه.